على المخطوط وقبل ما بتيجي كلامي على المخطوط اللي هو مجال النشر عجائب السيدة العذراء أحب أدي فكرة ولو بسيطة عن المخطوط نفسه كلمة المخطوط هي كلمة لاتينية أه وتضربة الأراء هل هي كل ما خط سوى كان على الحجر أو على الرخام أو على الخشب أو كل ما كتب باليد أيا كان المخطوط بيدينا معلومة دينية أو دنيوية بيفيدنا في ترتيب الأفكار في تحقيق التاريخ بأشياء موثقة لوجود المخطوط لابد أن يكون موجود ثلاث أشياء خامة بيتواجد عليها المخطوط، خامة بيتكتب بيها المخطوط، آلة بتستخدم في هذه الكتابة في البدايات تواجدت الكتابات بشكل آه كبير على الاحجار آه وعلى الصلصال وعلى الطين وعلى الرق آه وعلى الاوديم وهو الجلد الاحمر المكبوخ وعلى القديم القديم وهو الرق الابيض آه وعلى المعادن وعلى البرجي واشتهر بالمصري القديم آه وكان من اهم صادراته لبلدان العالم آه طبعا يحضرني الكتابات اللي على الرق ان احنا تواجد نص كتابي مكتوب من الرق في مزار ماري جيرجس بمصر القديمة في السقف الخاص بالمزار بيرجع للقرن العاشر عليه مزمور 91 طبعا قلنا دي الخامات اللي تواجدت او كتب عليها اشياء عديدة جدا بعد كده ابتدى يظهر الورق وكان على ايد الصينيين عام 105 ولكن الاقباط المصريين اشتهروا بصناعتهم للورق بشكل جامد جدا يقال ان في عام 900 ميلاديه كان يوجد مصنع موجود في الفسطاط وكان بيتم ختم في ظهر الورقه صلبان وتداولت في العالم كتير منها يعني تواجد منها نماذج كتير جدا طبعا دي الماده اللي بيتكتب عليها نيجي بعد كده بقى للمواد اللي بيتكتب بيها عندنا نوعين من المواد الحبر الكربوني آه وده عاده بيكون من السناج والصمغ العربي وعندنا الحبر الحديدي وهو اسود وازرق آه وهو كبريتات الحديدوز او العفص والازرق البروسلي آه وبعض الاحيان كانوا بيكتبوا باللون الاحمر وكان بيؤخذ هذا من بعض النباتات والحشرات آه الادوات بقى اللي كانت بتستخدم في هذه الكتابه أدوات حادة لو كان الكتابة على الحجر أو على الرخام. آه عندنا طبعًا آه بعد كده الساق من الغاب كان بيستخدم، الريش وعادة كانوا بياخدوا الريش من الأجنحة والذيل من الطائر لكتابة بيها. آه وعندنا أقلام من بعض العظام. طبعًا الثلاث أشياء دول لابد إن كان بيبقى لهم شيء من التجليد، في البدايات التجليد كان عبارة عن قطعتين من الخشب وبينهم خيط. مثقوب لربط القطعتين من الخشب في القرن الرابع ابتدى ينتشر من الرابع الى السادس اشكال كتير للجلود ودي كانت مهدها في الاديره شكل المخطوط عامه بقى بيبقى عباره عن رزم الورقه الاولى والثانيه عاده بتبقى خاليه من الكتابه الهوامش نادرا لو ما تواجد فيها شيء بتبقى ايضاح لكلمات اللي موجوده في الموت من القرن التاسع للقرن ال12 مجموعه هائله ثريه جدا في عديد من الكنائس والاجيره ولكن المؤسف لي ان كثير من هذه المخطوطات فقدت يقال ان كان في زياره في القرن ال16 لبعض الفرنسويين في أجيرة وادي النطرون وذكروا ان كان في ما يقرب من 80 الف مخطوط حتى ان كان ده في شيء من المبالغه الا انه بيدل ان بالفعل كان في مجموعه هائله من المخطوطات للاسف سنه 1640 زار دير ابو مقار مجموعه من الفرنسويين خدوا معاهم مجموعه من المخطوطات في المتحف في باريس الطامه الكبرى بقى كانت سنه 1707 حين ارسل بابا الفاتيكان امين مكتبه الياس السمعاني ويوسف السمعاني واندراوس على سنوات متتاليه واخذوا مجموعه هائله من المخطوطات ساريه جدا حد مننا يزور المكتبه بتاعه الفاتيكان هيلقى مجموعه من المخطوطات القبطيه في المكتبه سنه 1910 تم العثور على 56 مخطوط بدير الحمولي بالفيوم ونقلت جميعها الى المكتبه الاهليه بباريس عشان كده بنقف وقفه لابد من وقفه على ما تبقى من تراثنا الثقافي القبطي لسرد تاريخ قيم وموثق بالعديد من الكنائس والاديره تحتفظ به هذه الاماكن المخطوط اللي انا هتكلم عليه النهارده بقى يعني معلش انا اسفه انا اطلت بس حبيت ناخد فكره عن المخطوطات قبل ما نتكلم على المخطوط الخاص بينا. المخطوط اللي انا اخترته النهارده اخترته من كنيسه بدلتا مصر اسمها كنيسه السيده العذراء دقادوس وهي بلده صغيره ممتده على الشاطئ الشرقي للنيل تابعه لميد غمر محافظه الدقهلية. كنيسه السيده العذراء ده احد محطات العائله المقدسه هي اقامت فيها مده بسيطه جدا وهم في طريقهم من منية سمنود لسمنود في طريقهم لسخة قعدوا فترة بسيطة في هذا المكان وباركوه واتعملت فيه كنيسة يقال ان هذه الكنيسة تعود الى القرن الرابع الميلادي من ضمن الكنائس اللي امرت بها الملكة هيلانا ام الملك قسطنطين في مجموعه كتير جدا في في دلتا مصر زي ماري جرجس ميد دمسيس قفر ابراهيم يوسف سهرت مجموعه عديده جدا من الكنائس يقال ان انها معظمها نتيجه لهذه الدعوه العمل عديد من الكنائس طبعا الكنيسه دي سريه جدا رائعه جدا فيها اشياء عديده من ضمنها طبعا حصيله المخطوطات هي كنيسه يعني بازلكيه التراث واستخدم فيها الفنان المعماري القباب فيها مجموعة هائلة من الأيقونات كرسي مسبح نيجي لما يهمنا وهو المخطوطات هي بها 82 مخطوط سري جدا لموضوعات عديدة ويمكن أنا كان من حزن حظي إن أنا نشرت من قبل مخطوط عقد الأملاك في الأثريين العرب ومخطوط آخر كان في تركيا الشهر اللي فات وخد أحسن نشر علمي المخطوط ده برضو كان من كنيسة دقدوس والمخطوط اللي إحنا بصدده النهاردة من نفس الكنيسة ومن أهم الأشياء اللي لنا هذه المخطوطات في الكنيسة معلومات تاريخية سرية ممكن بتغير سطور عديدة في التاريخ النهاردة هنتناول مخطوط من هذه الكنيسة المخطوط بيحتوي على عدد 158 صفحة طبعا احنا قلنا في الاول ان كان التجليد لابد من وجوده مع المخطوط ده المخطوط الخاص بينا مجلد فعلا بجلد ومعمول عليه زخارف بطريقة بيقولوا عليها طريقة الطرق بتبقى آلة حادة ساخنة ويبدأ يطبع اشكال صلبان او اشكال زخرفية على الكفر بتاع الجلدة المخطوط عبارة عن 158 ورقة في 74 أعجوبة من أعجوبات السيدة العزراء الصفحات متقابلة مقاس الورقة 28 في 30 ليس موتر يعني ملوش إطارات مكتوب الميداد باللون الأسود وبعض الحروف باللون الأحمر في طبعا هو الخط نوع الخط اللي موجود فيه خط بنقول عليه خط نسخ غليظ ما يهمنا بقى كنيسة أتريب اللي أضافت لنا معلومات تاريخية هامة جدا بواسطة هذا المخطوط الخمسين صفحة دول هم دول اللي خدنا منهم أهم حدث تاريخي غير لنا أراء لناس كتير جدا اتكلمت على كنيسة أتريب كنيسه اتريب دي تواجد في هذا المخطوط انها اولا كنيسه اتريب اشار لها اشاره سريعه ابو صالح الارمني واشار لها اشاره سريعه الشبوشتي ولكن في هذا المخطوط يكاد نكون وصلنا لدراسه وصفيه للكنيسه دي ما حصلتش قبل كده ان يبقى معايا دراسه وصفيه لكنيسه اتريب اللي يذكر انها فيها 24 هيكل يليها طبعا كنيسه فيلوباتينو مركوريوس بمصر القديمه 13 هيكل، 24 هيكل، 120 عمود رخامي، اربعه اساطين والاسطول هو كتله ومن الاركان اربع اعمده ادوات المسبح ذهبيه، ايقونه مرصعه باحجار كريمه، الستر من الحرير القسطنطيني ظهر وصف كامل لهذه الكنيسة في عدد الصفحات دي. بعد كده أكمل المخطوط بعد عجوبة أتريب وأعجوبة متياس بعد كده كمل الناسخ عدد لغاية ما وصلوا 74 أعجوبة خاصة بالسيدة العذراء ولكن أنا أكتر شيء خرجت منه من هذا المخطوط وهمني وأضاف لي هي تغيير مفهوم لحاجات كتير جداً اه تواجدت في المخطوط اولا المخطوط مؤرخ لقينا ان في تاريخ موجود التاريخ في صفحه 156 منصه الناسخ المسكين امين كرياليسون امين وكمل هذا الكتاب المقدس في يوم الاثنين المبارك عشرة ايام جازت من شهر ماؤون المباركه 1595 للشهداء نضيف لها 284 يبقى من القرن ال 18 اسم الناسخ موجود على يد عازر بغدادي ناسخه أدعو له بالمغفرة والمسامحة برعاية حد رعى هذا المخطوط أنه يخرج المعلم جرجس ابن تدرس من ناحية دقدوس دقهلية يعني هذا المخطوط خاص بهذه الكنيسة وليس منقول لها آه انا يعني مش مش هطيل عايزه بس اقول توصيات بسيطه جدا اتمنى انها تدرج في توصيات المؤتمر آه ان احنا لابد ان احنا ننكب على دراسه المخطوطات هتضيف لنا حقبات تاريخيه هامه آه عدم الاقتصار على ما تحتويه المتاحف شويه نبص للمخطوطات اللي متواجده في الكنائس والاديره عايزين نعمل مركز لدراسات المخطوطات عامه في جميع ربوع مصر لابد ان يكون في متحف متخصص لوحده خاص بالمخطوطات معمول بشكل علمي اكاديمي يتناسب مع الماده العضويه اللي هتعرض فيه ما يبقاش فيه رطوبه يبقى المكان مناسب لهذا المتحف